خلينا نسوي مراجعه سريعه حتى الكل يستفاد. تكلمنا عن الاصوات الحسيه والاصوات اللا حسيه، صح شباب؟ قلنا اكو عندنا جروب اسمه فويسلس، واكو عندنا جروب اسمه فويست، تمام؟ وعرفنا شو وقت اقدر انطق الكلمه اذا انتهت بالس، شو وقت اقراها ز وس واز، واذا انتهت الكلمه بالايدي شو وقت اقراها ت ود واد. طيب تبارك، عندك شيء تحبين تقولينه عن الس مثلا؟ تبارك لا استاذ عباد، تريد تسال؟ لا هو راح اسال انا اجاوب؟ اكيد اكيد طبعا. يس عن الس شو ممكن الفضها؟ يس تلفظ الكلمه بصوت لا حسي س، مثل كلمة works، وتلفظ الكلمة بس إذا انتهت بصوت اهتزاز حسي Z، وتلفظ CH و SH و X و Z و double S، تلفظ Z مثل boxes، تلفظ إز، very good، تلفظ إز، نضيف إس مثل box، very good. boxes، very good. Boxes. ممتاز. ممتاز. أما thank you. عن ال... أما thank you. Very good. Thank you. حتى أعطي فرصة للشباب البقية. يا شباب أكو واحد يقدر يشرح لي الإيدي؟ كل سهلة. أخذناها وتكلمنا عليها، الملاحظات عندكم. يس يا شباب موضوع جدا جدا بسيط. شلون ممكن أقرأ الإيدي؟ شلون أقدر أتلفظها؟ اللي كانوا بالجروب موجودين شباب، استاذ حيدر شارك الصوتيات اللي رسلتها اعتقد اول امس بالحقيقه. اليوم يعني البارحه نشرناهم. البارحه عفوا، تمام، او اليوم لين الفجر، هو ايش تقدر تقول اليوم؟ تمام تمام اوكي. الملاحظات راح اعيدهم نوره، راح اعيدهم بالجروب بدون زحمه عليك استاذ حيدر. لا موجوده ويانا بالجروب، الرابط موجود. طيب اوكي شباب، اكو واحد يحب يشارك حتى اذا هذه نرجع التبارك نسالها؟ صوت ناصي سمعت نعم بس الصوت كلش بعيد. يس 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 اوكي يس سو كان يو تيل مي اباوت اي دي، ممكن تقولي لي على لفظ الاي دي شلون ممكن اقراها؟ شهد شهد بس بدون زحمه معلش قبل لا تبدين، الصوت كلش بعيد، ممكن تقربين المايك عليك شويه؟ تمام هسه اوكي يس تفضلي. تلفظ ايدي تاء اذا انتهت الكلمه بصوت او حرف لاحس. Very good. وتلفظ ايدي داء اذا انتهت الكلمه بصوت حسي. اوكي. وتلفظ اد اذا انتهت الكلمه بتاء او د. Very good. Thank you. Thank you. ممتاز. Very good. طيب شباب خلينا نفتح الكتاب مالتنا نقول بسم الله. Thank you so much شهد. Thank you so much تبارك. ممتاز عشتيتكم. Very good. موضوع جدا بسيط كل سهل، بس تحتاج عندكم مشاركه. اوكي خلينا نروح البيج 27 شباب، صفحه 27 بالكتاب، اذا عندكم الكتاب حتى استمر. بيج 27 صفحه 27 نقول بسم الله ونبدي شباب حتى الكل يشوف. اوكي كان يو سي ذا بوك؟ كان يو سي ذا بوك؟ يس اي كان. تمام. توقفنا امس في نقطه كلش مهمه اللي هي الاصوات اللي كانت موجوده بالضبط هذه تحت هنا، وقلت لكم هذا كان الواجب المفروض نقراه ونحفظ الاصوات، صح شباب تذكرون؟ صح. هذه الاصوات اتمنى اتمنى تنطقون وياي بعد ما اقول الصوت، مثل ما تعلمنا احنا بالجروب عندنا هنا جاي نتعلم الصوت، وابدا مو عيب اذا انت تكرر الصوت بعد الاستاذ، حتى لا تحس بان الموضوع وكانما انت في الابتدائيه، نو هذا النطق مستقبلا راح تتحاسب عليه، لما تلفظ كلمه بصوره خاطئه راح ينطي معنى اخر وراح يحرف او يعني يودي المحادثه باتجاه اخر، فراح يسبب مشكله عندك. طيب خلينا نشوف الاصدقاء حتى نقدر نقبلهم كلهم بالجروب حتى الكل يستفاد. طيب شباب ار يو ريدي مع بعض شباب؟ يس يس حاول تخلي المكان اللي يمكم شويه فارغ، تبقى لوحدك حتى اقدر اسمعك وتسمعني، فراح اقرا الصوت واحد واحد اللي مخلي عليهم هذا البوكس مضلله. يا شباب خلينا نسمع منكم. اوكي راح اعيد مره ثانيه، اول شيء
اول شيء حتى توي نبدا نسوي حماء وورم اب. تمام، خلينا نقول تمام very good. again شباب again yes العفو استاذ very good yes العفو استاذ ممكن تكبر الصوره؟ اكيد اكيد راح اكبرها بعد. تمام اكبرها بعد، هذه الصوره كبرتها بعد، وهذا الصوت راح اقرب اكثر، وهذا راح اضلله. تمام، يفضل يفضل اللي عنده سماعه خلي يخلي سماعه حتى يسمع النطق الصحيح بدقه. تمام شباب جاهزين؟ ready are you ready now؟ الصوره واضحه هسه اللي طلب اكبر الصوره. yeah yeah teacher okay good. هسه راح اقرا اول صوتين. يا شباب اها very good اها يا شباب اول صوتين هذا وهذا اها very good very good هذا الصوت اللي يشبه الاي كابيتال نقرا هالصوره هذه good وهذا نقرا قصير كلنا الاصوات قصيره good الصوتين اللي بعد صوتين اللي بعد شباب خلينا نقراهم مع بعض if you are ready اذا جاهزين ready شباب ready yes yes very good okay هسه عندي او يا شباب او بالضبط هذه الاو بيها توقف وكانما او بهالصوره اقول توقف بها او تجي بهالصوره اوكي او يا شباب again again yes اه اثنين قصيرات very good very good very good very good very good تمام الصوتين اللي بعدهم الصوتين اللي بعدهم هذه عندي شباب كلهم قصيرات ماكو عندي لا عندي بهالصورة تمام اتس اوكي ارجع واقول الموضوع شويه فني مضحك بس هي هذه الاصوات والطريقه الامثل اللي تحفظهن لازم تعرف الصوت وشكله حتى لما ان شاء الله مستقبلا بالمرحله الثانيه راح يسالوكم تحولون الكلمات الى ترانسكريبشن شلون اسوي هذه الخطوط شباب حتى بالاولى هسه مثلا عندي هذه هنا الفي شوفوا شباب حاطينها حاطين لكم صوت مسوينها فتحولون الكلمات كلها راح نشوف هنا هسه جوا هنا راح اعيد اصوات من جديد حتى الكل يستفاد شباب هسه اريدكم فقط تسمعوا لي راح اقرا الاصوات واحد العفو استاذ يس تفضلي 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 استاذ الصوره ما واضحه طيب هسه الصوره واضحه ولا بعدها شوفوها بالله واضحه ما واضحه ما طلع عندي طيب هسه راح اوقف المشاركه وارجع اشارك مره ثانيه حتى الكل يستفاد اوقف المشاركه طيب وهسه راح اسوي مشاركه ثانيه واتمنى اذا الصوره واضحه عندكم اتمنى تقولوا لي الصوره واضحه واذا مو واضحه تقولوا لي الصوره مو واضحه حتى الكل يستفاد شباب يعني ما يسوى اشرح انا والصوره ما طلع عندكم فهذه مشكله طيب شوفوا شباب هسه مضلل انا الاصوات مضللها يا شباب نعم استاذ واضح واضح الصوره كلها واضحه عندكم شباب اكو واحد ما جاي يشوف الصوره اوكي نعم تمام احنا جاي نقرا في صفحه 27 بالضبط اخر باراجراف اخر باراجراف اللي فيه الاصوات هذا اللي يبدي these words all contain تبدي بهذه الكلمات تحتوي على كلها تحتوي على vowel phonemes المقاطع الصوتيه القصيره العله اوكي خلينا نكمل هسه شباب راح اقرا الاصوات واتمنى تستمعوا لي ويا ريت اللي ما يعني اللي عنده سماعه خليه يحاول يخلي سماعه ويسمع بدقه وبقرب اكثر طيب راح اقرا الاصوات ا ا او ا راح اعيد مره ثانيه شباب
راح اعيد مره ثانيه حتى يكون استفاد شوي. راح بعد الصوره حتى شوي اقدر اشوف الكلام حتى اقدر اقرا لكم. طيب شباب ويا ان شاء الله. Can you hear me؟ صوتي واضح شباب؟ Yes. Very good. راح اقرا الاصوات وراح اطلب منكم تقرون شباب اللي يقدر يقرا تمام. اوكي إيه. هذا صوت الاي نقرا إيه. وهذا مثل الاي نقرا إيه. 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 والصوت اللي بعده نسميه صوت الماعز، هذا صوت الا هذا الصوت اللي مثل ستة بمقلوبة صغيرة وهذا صوت اللي مثل الدي شكله تمام. نقرا او يكون الفم مدور او بس توقف او او هالصورة. وهذا اللي مثل اليو هذا او قصير او او تمام. وهذا مثل الثمانية بالعربي هذا نقرا ا شوي فتح الفم زائد يصير ا. شباب واضح؟ نعم ما كنا نعم يس نعم وحده شباب يس بقيه شباب 40 واحد ما شاء الله خير ان شاء الله يس شباب كلكم كلوا هذه الصوره طيب راح اسالكم اوكي اوكي خلينا نشوف. طيب اكو واحد يحب يقراهم شباب؟ وابدا ابدا لا حد يستحي من الخطا، احنا لازم نخطا حتى نتعلم، لازم نغرق حتى نتعلم نسبح، فكلش طبيعي. يا شباب اكو واحد يحب يقراهم؟ Would you like to read anybody؟ يس تفضلي يس اها اها او ايه بس هذا قبل اخير خالص اوكي او 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 تمام او لا ما بيها او ما بيها توقف او او يطلع الهواء براحته او تمام اوكي والاخير تمام اوكي شباب يلا شباب البقيه خلينا نحاول. استاذ تقدر تعيدهن لفظين؟ اكيد ماكو مشكله وحاولوا تكتبون اللفظ بالعربي راح اعيدهن لكم واقدر اعيدهن 2000 مره بس حاولوا اني راح اسالكم اطلب عليكم اللفظ هنا جو عندي ذن الكلمات حتى نتابع شباب. اكو عندكم كتاب موجود شباب صح؟ يس نعم استاذ موجود. اللي عنده الاغلبيه عندهم لو في ناس اصلا ما عندهم كتاب يمهم. لا استاذ عندي كتاب. طيب ما في مشكله. طيب راح اعيد الاصوات مره اخرى واتمنى نعيد مع بعض شباب. راح ابدي واحد واحد الاصوات. Are you ready؟ Yeah, we're ready. Yes. اذا تبقى خجول وما راح تشارك ما راح تتعلم راح تبقى الاصوات عليك عبء كلش ثقيل. Yes. راح اعيد مره ثانيه من جديد شباب. اوكي. إيه. 3 2 1 شباب. إيه. اوكي اجين 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 اول واحد 3 2 1 ايه very good very good اوكي اوكي سكند فويس اوكي سكند لتر اوكي سكند فاول الثاني ايه 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 very good very good الثالث هذا الصوت شويه مثل صوت الماعز نفتح بالفم شويه فتحه وانتصف يس very good very good very good yes yes تمام very good. والصوت الرابع fourth هذا اللي شكل الدي يصير الفم دائري ويصير توقف كلش قوي بحيث يسد الهواء او تقطع النفس عليك او very good او very good very good. الصوت اللي قبل الاخير before the last صوت اللي قبل الاخير شكل يو هذا نقرا او بس ما نسد مجرى الهواء يبقى مجرى الهواء مفتوح او او يصير الفم دائري يس او او بس قصيره مو او لا او او اوكي شباب راح اعيدها لكم قبل الاخيره او 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 فيري جود فيري جود ثانك يو ثانك يو. هذا يصير شكل الفم دائري. طيب هذا مثل ثمانيه نقرا توقف الهواء ينسد تماما ما يطلع من مجرى الهواء فنفتح الفم فتحه كامله اوكي فيري جود ثانك يو ثانك يو ممتاز فيري جود فيري جود. طيب اوكي طيب شباب فيري جود خلينا نروح للكلمات نرجع لعيد الكتاب نعرضه
خلينا ناخذ ملاحظات شباب. احنا اخذنا ملاحظات سابقا على الفاء لما تجي شنو نسوي بالفاول، تذكرون شباب؟ والفاء لما تجي شنو نسوي بالفاول؟ استاذ تقدر تعيدها؟ ما حضرت. طيب راح نعيدها حتى الكل يستفاد. اكيد 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 ماكو مشكله. اصعد فوق هنا راح تشوفهم. شباب هنا عندي ملاحظه، هاي انا اشوفه شباب موجوده، هاي الكلام جاي اقرا نفس الصفحه نفسها. When fa and va occur at the end of words، لما تجي صوت الفا او الفا، احنا جاي نتعامل مع اصوات شباب. لما صوت الفا، صوت الفا عفوا والفا يجن في نهايه الكلمات بعد صوت عله. شباب واضح وياي؟ حطوا جواخط، هذه يجيكم بالسؤال. They have effect on the length، فراح يأثرون على طول of the vowel لصوت العلة، راح يأثرون على طول يا أما الف أو الف. خلينا نشوف شو راح يأثرون. The strong consonants، صوت القوي اللي هو الف، الف راح يسوي شنو؟ makes، هذا ناجي أشوفونه شباب وين جاي أحكي شباب متابعين ان شاء الله. Yes. makes the vowel shorter، صوت الف لما يجي مع صوت عله راح يقصر صوت الفاول، صوت اللفظ مالته. اوكي، وذا ويك كونسوننت اللي هو الف، ويك كونسوننت هو الف، شنو راح يسوي؟ makes the vowel longer، راح يطول النطق بصوت العله الف. الفاء لما يجي يقصر والفاء يطول صوت الفاول، اللفظ اقصد به. شباب واضح ان شاء الله هسه الملاحظه هذه؟ عفوا شو يسوي؟ هذه الفاء makes the vowel longer، تطول صوت الفاول، تطول اللفظ. هذه كلش مهم بالامتحان الاستاذ يجيبها، وهي مو في، هذه فاء، والفاء ساوند يقصر صوت الفاول. اوكي، دو يو اندرستاند؟ يس شباب. نعم دكتور. يس دكتور. اوكي فيري جود. اوكي خلينا نكمل تحت هنا، خلينا نشوف شنو نقدر نسوي ملاحظات هنا. وهذه الكلمات اللي هذني لفظنا لازم نقراهن كلش. عفوا نرجع للصفحه هذه. اوكي طيب، هذه احنا اغلبيتهم قرأناهن. شنو اريد منكم شباب هسه؟ اريد تكتبون هذه الكلمات بالنقال اللي عندكم، وتكتبون فقط تشوفون اللفظ بالقاموس اللي عندكم بالنقال او بالحاسبه اللي يمكم. اكو قاموس شاركته وياكم شباب، تذكرونه؟ اكو ناس تعرفه حملته، ما اعرف نزلوه لو اكو ناس. يس يس. اوكي تمام. مريم، مريم وبستر، خلنا اكتب لكم بالشات. وبستر مريم، هذا اللون احمر استاذ؟ بالضبط يس. انا حملته وشفته قلت هذا مو مفيد وخليته مسحته، شنو فايدته؟ ليش مو مفيد؟ بالعكس، هذا خاصه انتم اداب الانجليزي ان شاء الله هذا يبقى لكم مستقبلا، يطلع اصل الكلمه. يعني شلون؟ عامل ويا البرنامج. عفوا روان؟ برنامج يعني نزلته بس ما عرفت شو استعمل. تمام هسه جاي اشرح لكم ان شاء الله، هسه فهمكم علي؟ تمام؟ شنو تسوون؟ خليني اراويكم هنا حتى تفهموا بالضبط اكثر. هسه هذا البرنامج يطلع عندكم بهذه الصوره. جاي تشوفون ايش مكتوب هنا شباب؟ ديكشنري. شباب جاي تشوفونها هاي؟ يس. اوكي، ويطلع عندكم هنا ثيسرس. الثيسرس بمعنى المعجم، المعجم او المعجم. تمام، ثيسرس يعني لما تكتب كلمه هنا مثلا سنف، تمام، تحب تدورها بالثيسرس او تحب تدورها بالديكشنري. شنو الفرق ما بين الثيسرس والديكشنري؟ الديكشنري ينطيك المعنى الدارج المعروف، اما الثيسرس ينطيك اصل الكلمه
وشنو هي نوعها؟ صفة لو ظرف لو فعل لو اسم، وشنو أقدر أحولها؟ وشون اشتقت هاي الكلمة؟ مستقبلا إن شاء الله لما تروحون مرحلة ثانية وثالثة راح تحتاجون هذه بموضوع اللي اسمه words formation، اللي هو اشتقاق الكلمات وبنفس الوقت تحويل الكلمة من صفة إلى ظرف، من ظرف إلى فعل، من فعل إلى اسم مستقبلا. فهذا القاموس تحتاجون به اللفظ. مثلا هسه عندك كلمة هذه سنف، هذه هي سنف، شنو طلعها لنا؟ شنو أصلها شباب؟ أصلها noun اسم. يس تمام. شو وقت نزلت هذه؟ Now the quality of this makes the perceptible، نطلع المعنى مالتها تحت جوا هنا والتفاصيل وعليها أمثلة والسينونيمز مالتها والورد ريليتد المن عايدة، وهذه المصطلحات المستخدمة جوا، هذه من الكلمات المستخدمة جوا. فالقصد من عندها يطلع لنا الكلمة وأصلها تمام. بالدكشنري لما نرجع له تمام، شو طلع لنا هنا؟ تستخدم هي كفعل، تستخدم كاسم. شفتوها مساء طلعناها شو كانت؟ كانت اسم. شو صارت هسه؟ فعل. طبعا اكيد حسب موقعها من الجمله. طيب هنا انا طلع لكم اللفظ اذا نسمعها مع بعض. سنيف. شباب سمعتوا اللفظ؟ نعم سنيف. اوكي فهذه الشغله المهمه اللفظ مالتها. طلعناها ان شاء الله مستقبلا لما راح تدرسون. اعطيكم بعد كلمه ثانيه مثلا هسه هذه عندي اللي اغلبكم يلفظها خطا. شو ممكن اقراها الكلمه هذه؟ comfortable. اها comfortable. شوفوا اللفظ هسه قبالكم شباب بعض شباب. يس شوفوا هذه الاصوات الموجوده اللي راح ندرسها احنا شباب. ك هذه شوا، هذا هو اللي راح يفيدكم بالدراسه. شوفوا هذا سبب الاصوات، هاي الاصوات هذه كلش مفيده. هذا افضل قاموس، هذا موجود كتاب بس للاسف الكتاب ما متوفر بالعراق. احتمال موجود بمكتبه اقرا اذا طلبونه من مكتبه اقرا جامعه بغداد وبستر، بس حاولوا تحصلون طبعه 11. اوكي العموم ان شاء الله نتناقش عليه في وقت اخر حتى الكل يستفاد. طيب شباب فهذا القاموس كلش مهم. يس يس العفو استاذ مرستك، بس اذا اريد القاموس يطلع للمرادف طبعا جوه نفسه ونفسه هذا. هنزلي جوه نفسيته راح طبعا طبعا هذا سينونيمز وانتونيمز تشوز ذا رايت سينونيمز. هواي اشياء كلش هواي اشياء. وحتى بيلعب ارجع انزله مسحته. وحتى بيلعب شوف الالعاب اللي بي مثلا حتى تعرفون شنو بالضبط هذه الالعاب اللي بي شنو تلعبون. كلمه اليوم اكو حداثه باللغه وكلمات حتى جوز الاستاذ يدرسكم ما يعرفها. شوف بس هذه مثلا هذه ابيكيور، تعرف لفظها تعرف معناتها وشوف التعريف مالتها. تقدر تسوي كويز، هذه هنا بلاي ناو العاب موجوده، تسوي كلمات. هذا القاموس بحد ذاته يكفي كل شيء، ما يحتاجون بعد اي قاموس اخر. اوكي 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 شاركوا يا زملائكم شباب حتى الكل يستفاد. تمام اوكي خلينا نرجع نكمل شباب. هسه شنو اريد منكم؟ اريد تنزلون القاموس حتى نشتغل مع بعض ونطلع الكلمات. يس طيب شباب خلينا نشوف هذه الكلمة. العفو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي استاذ. مسجله المحاضره هاي؟ نعم نعم مسجله، هذا التسجيل موجود استاذ. الاسئله القابله ما اخذتها اني موجوده استاذ. هسه هسه بس لحظه خليني اجاوبكم. تمام تمام العافيه. الله يعافيك استاذ. وهذا ما طلع عندي بالاب ستور يعني ما طلع عندي تمام. استاذ حيدر يقدر يساعدكم بهذا الشغله، يرسل لكم الرابط اذا كان تليفونك مو مشكله. رقية انت اندرويد لو ايفون؟ ايفون اني. تمام خير ان شاء الله. هسه استاذ حيدر اشكرك. استاذ عفوا استاذ بس موجوده هسه اي نزلته مو مشكله ايفون. ورده اذا تقدرين تنزلين الرابط او استاذ حيدر نزله حتى الكل يستفاد منه. تمام صراحه انا موبايلي اندرويد، يا ريت هي اللي عنده ايفون يشارك الرابط بدون زحمه عليك. تمام عاش تيجي. تمام احنا واحد يساعد الثاني حتى الكل يتعاون على الموضوع والغايه كلها الكل يستفاد. اجاوب سؤالكم بخصوص المحاضرات شباب. سويت قناه يوتيوب والقناه كامله وصراحه جاي اجهزها واكملها كلش، وجاي انزل كل المحاضرات. نزلت الفيديوهات السابقه والمحاضرات القديمه كلها، وحتى اكو مقاطع فيديو منزلها اصلا يعني مالت اكو فيديوهات اعطيتكم بها ترجمه اذا تتذكرون. ما اعرف موجودين يعني انتم هنا او لا بالجروبات مال المحادثه. فكملت القناه ان شاء الله، وان شاء الله راح تكون جاهزه اليوم بالليل. هسه حاليا عندي اخر فيديو بعد تقريبا الى 36 دقيقه يكمل، اللي هو ما شاء الله الفيديو حجمه تقريبا 7 جيجا،
فدقتها كلش عالية. فإن شاء الله راح تشوفون المحاضرات كلها مسجلة خلال اليوم أو أقل اليوم تنزل كلها. أوكي شباب؟ أوكي. أستاذ بس يا ريت رابطها. أكيد طبعًا طبعًا. بس خلي أكملها وأجهزها لكم وتكون جاهزة وأرسل لكم الرابط. أكيد ماكو شيء يعني. عزيزي جدًا لي. أوكي. نكمل شباب هسه ماكو سؤال إن شاء الله. القاموس جهزتوا يومكم إذا جاهزين. أتمنى أشوف هذه التفاعلات هسه بالمشاركات ها شباب. يلا شباب هسه هذه الكلمة الأولى شلون ممكن ألفظها شباب؟ How can I read this word? Stiff. Stiff. Good. أي صوت موجود عندي هنا شباب؟ أي صوت موجود عندي؟ أه. صوت الأ صح؟ أه. Stiff. أه. صوت الأ تمام؟ Stiff. أه. أوكي تمام. أوكي. Good. Very good. هذه الكلمة شلون ممكن أقرأها شباب؟ Stiff. لا بس عليك كيفكم شوف اللفظ اكتب القاموس حتى لا تستعجل لا تستعجل اكتب القاموس شوف يس سام سايف شوف اللفظ بالقاموس نيجاتيف لا مو سيف نو عليك كيفكم سام شفت اللفظ سمعك واحد سمع اللفظ شباب بيكم سام سام اوكي سيف اوكي سيف اوكي شوف شوف الكلمة كلها مختلفة أنت حسبكم كلها سيف سيف مو صح بس اللفظ القاموس هذا الويبستر عندكم ما يخطأ لا جوجل ترانسليتر ولا أي قاموس تمام أوكي فسيف أوكي ستيف سيف أوكي يس تفضلي بالنسبة لقراءة ذن الكلمات هنعتمد قراءتنا على الرموز أو على الكلمة طبعا على الرموز أكيد والكلمة لما نكتبها في القاموس راح تطلع الرمز لأن يعني بالامتحان شنو يسوي لكم شباب؟ يجيبوا لكم مثلا هاي الكلمه يقول لكم حولوا هذه الكلمه يسموها ترانسكريبشن حولوا الكلمه الى رموز او بالعكس موجود عندكم رموز تحولونها الى كلمه. اوكي ساره؟ اوكي شكرا تمام عفوا ويفضل تستخدمون كل كلمه تكتبونها بالقاموس نفس الحاله انا اي كلمه انا اعرفها نطقها تعلمتها عن طريق النطق بالقاموس هذا. اوكي شباب طيب اوكي استاذ تمام استاذ بس الكلمات هواي بالكتاب وكلنا يادون من عندنا صحيح مو هي لازم لطالما انتم مرحله اولى لازم تجهزون كم هائل من الكلمات وتستعدون فراح تشوفون الموضوع كل السلس لما تضبطون الاصوات فقط ضبطوا الاصوات الكلمه ما تتعب بعد ما تتعبون بها يعني كل كلمه راح تشوفون الاصوات هسه مثلا هذه الكلمه شوفوا هذا الصوت هذا الصوت صوت الإ مو صح؟ شلون أقدر أقرأ الكلمة هذه؟ هذه؟ لا لا هذه الكلمة. live حسب الصوت عندنا صوت الإ صح؟ live أوكي؟ اللي جواها give تمام؟ وهذه صوت الأ صوت الشيب مو صح؟ شلون أقرأ شباب؟ have good have طيب المشكلة شنو شباب اللي عندكم هسه أنا فهمتها؟ الأصوات بعدكم ما حافظينها صح ولا خطأ؟ أي صحيح يس فلما لما تضبطون الأصوات راح تشوفون كل السهلة أوكي شباب هذه شلون أقرأها شباب؟ شوفوا حسب الكلمة الموجودة هذه الكلمة شلون أقرأها؟ أوف هي مو أوف 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 very good أوف لا او صوت الاو او هذا الصوت او هذا الصيغه ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو بسيط على لفظ الاصوات هذني وانزله لكم ان شاء الله واخليه بنفس الحاله بالقناه حتى تعرفون لفظ الاصوات تمام ان شاء الله تمام اوكي هذا الصوت شلون اقرا شباب مثل الثمانيه صح تمام صوت الا فشلون اقراها را رف رف جود رف جود رف اللي جواها شباب شلون اقراها بلف لا بلف بلف لا جود بلف يس فيري جود فيري جود اللي بعدها شباب هذه لا فلف جود فلف فيري جود فلف فيري جود شو شباب الفرق هنا انتبهوا احنا عاده بالكلام نواجه مشكله بسيطه خلي امسح هذا الكلام لما المحاضره اللي فاتت طيب فلاف حتى الكل يستفاد شباب بس لحظه خليني اعطيكم فد شغله
احنا اخذناها بس حتى يستفادون من دخله وجدد. اللي حبي يكتبها ملاحظة يكتبها. كلمة off وكلمة off باللفظ هذه الاولى اللي بيها الف وحدة لما تصير بالجملة ما بين الكلمات تقرأ of of تتحول الاف الى v sound of شباب اوكي of لما تصير ما بين الكلمات I need a bottle of water of بالv شباب واضح ان شاء الله واضح جدا. أما الثانية دبل F نقرأها off بالف off off yes نفس ما مكتوبة هنا عندنا شباب شوفوها هسه هنا هذه ال off شلون قرأتها off شلون قرأت هذه الثانية off yes off 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 ما نقول off طويلة okay off off good هذه الكلمة شلون أقرأها شباب Dove. Dove. Very good. Dove. Love. Love. Dove. وهذه شو نقرأها؟ Glove. مو glove. 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 Yes. وارجع وأقول هذه النقطة كلش مهمة لما ترجعون للقاموس وبستر راح تحسون الموضوع جدا سهل. خلينا نكمل شباب هنا شوية. خلينا نشوف لفظ هذه الأصوات. قبل كل شيء خلنا ناخذ ملاحظة شباب اوكي شباب خلي هذه underline خلي جواها خط واضح شباب واضح استاذ اوكي الملاحظة مالتنا تبدي راح نعرف هنا أنا. تمام الاصوات هنا أنا. remember that three lengths اكو ثلاثة اطوال اوكي للصوت الـ اللي هو short vowels before strong consonant اللي هو بمعنى صوت علة قصير قبل صوت صحيح قوي تمام هذا هنا اثنين صوت علة هنا قصير قبل صوت صحيح ها شباب لاصت لو اعيد بالعربي شوي مره ثانيه اي والله لاصت تمام اوكي خليني اعيدها لكم شباب خليني اعيدها وحده خليكم وياي انا جاي اقرا من هنا خلوا خط هنا من remember three شباب هاي remember أبدو خلي الخط هنا هو هذه القطعة الإنشائية من منا بالضبط الحد الأخير كلها هذه مهمة هذه كلها منا من remember للجوة هذه مهمة جدا أوكي شباب لأنها بالامتحان جاية عندكم يعني أقصد مو عندي أنا عندكم أنتم راح أعيد لكم مرة ثانية صوت العلة اللي هو الإئ هذا صوت الإئ اللي قبل شوي تعلمنا هذا الصوت بالضبط هذا اوكي هو الشورت فاول هو نوع من انواع اصوات العله القصيره تمام هذا الشورت فاول اذا اجى قبله تمام صوت صحيح قوي تمام هذا هناك بالكم يسوي يقصر الصوت شورت تمام هذا الصوت اثنين هسوي يا شباب النقطة الأولى واضحة؟ yes okay تمام هنا الثانية short vowels إذا أجا قبله صوت علة عفواً صوت صحيح ضعيف weak consonant فأنا راح أصير long vowels أصير صوت شنو علة راح يكون الصوت طويل okay شباب واضح؟ بعيد تمام تمام مو مشكلة أنا راح أقرأها لكم بالإنجليزي وراح أوضحها وراح أسوي لفظ حتى لا تغلص عليكم يعني أنتم أرجع وأقول تبعتكم ما حافظين الأصوات جاي يسبب عندكم مشكلة يعني جاي أشوف الموضوع كلش جديد عليكم ما أعرف بالجامعة خدتوا الأصوات كلهن درسوكم الأصوات هم بالجامعة ما أعرف فهذه هي المشكلة الجاسة أستاذ ما تعرف عفواً أستاذ ما تعرف إنه حتى نأخذ الأصوات لا لا أقصد يعني هم أنا أقصد بالجامعة أقصد المحاضرات يعني أنا أدري بها إلكتروني ماكو دوام بس بالالكتروني يعني اخذت محاضرات ما نقرا الكلمات ذني بس الشرح بس ناخذ شرح بلا كلمات طيب بالامتحان شلون العدوى يجيب لكم كلمات اكيد يعني الكلمات تبقى علينا واحنا ذا يبقى شيء علينا تدربي يا دكتور اكيد واضح طيب مو مشكله شباب ان شاء الله ما قصر لكم وخليكم وياي طيب شباب هسه خلينا نقرا هذه الكلمات خلي ندرك هذا لا تدخن بي ابد لا تدخن بي تمام
إن شاء الله راح أوضح لكم أكثر حتى نكسب وقت لأن الوقت جاي يمشي على السريع. هذا الصوت، هذا الصوت قلنا أي صوت يكون بصفة نقطتين فهذا الصوت طويل، نقرأ طويل بالضبط. ملاحظة مهمة، أي صوت يصير بصفة هذه النقطتين يتحول الصوت طويل نطقة. أوكي، فهاف هاف تمام. هذه الصورة هاف، إحنا مو عندنا L، هذه الـ L ما قرأناها، صارت كلها مع بعض هاف. طيب الكلمة الثانية شو نقرأها شباب؟ سنف سنف، هذا صوت الـ إيه، فصارت سنف، قبل شوي أخذناها سنف إيه سنف. طيب هذه الأي شباب، هذه الأي، هذا الصوت، هذا المقلوب كنا ستة مقلوبة صايرة بالعكس، هذا الصوت اسمه، أخذوا ملاحظة عليه كلش مهم، هذا الصوت راح يسوي لكم كلش هواية مشاكل بالنطق بس هو كلش سهل. صوت الشوا اسمه شوا، شنو اسمه شباب؟ اسمه شوا. أوكي تمام، هو اسمه مو مثل نطقة، نطقة نقرأ إيه 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 هالصورة إيه، مثلا هسه عندي هاي الكلمة، مثلا هذه الكلمة كلكم راح تقرونها، ايش راح تقولون بها شباب؟ راح تقولون شنو؟ there تمام، كلكم راح تقولون there، بس ال er او ال r بالاخير تقرا ا إيه، فراح يصير ذا ذا شوا بالضبط، صارت شوا ذا ذا is مثلا نقول مثلا هسه شو راح حتى ما صعب عليكم she is ذا، هذه اخذناها وشان شباب موجودين نطقوها، فهذه انتم كلكم تقرونها over، هي over over، شوف she is over there she is over there she is over there، هالصورة شباب. فال er تقرأ اه شوا، نفس الحالة لما نقول انا ahead مثلا امامك، اللي يلعبون ببجي يعرفون هاي الكلمة enemies ahead، اوكي مو صح شباب؟ ف ahead صح yes اوكي yes اه ahead اه أهد، أوكي؟ هذا صوت الشواء. نرجع للكتاب شباب. أوكي. هسه أهاف أهاف سنف، مو أهالف، ماكو شيء اسمه هالف شباب، دير بالكم ترى ها، هذا موضوع كلش مهم. أوكي. اللي تحتها شلون ممكن أقرأها شباب؟ خلينا نحاول من الشباب، يلا شباب. استيف. لا مو ستيف. استيف. استيف. استيف جلوف. جلوف، very good. A stiff glove. Very good. A stiff glove. طبعاً أكو... Yes, very good. أكو مقاطع صوتية مات الكتاب أنا شاركتها وياكم. وصلت لكم شباب؟ شفتوها؟ حملتوها؟ لا شباب؟ ما شفنا. طيب. دعم استاذ. تمام. بالجروب إذا أحد مستلمهم بدون زحمة عليكم شاركهم مرة ثانية حتى الشباب يستفادون اللي عنده صوتيات. عاشت إليك. تمام. تشوفون النطق الصحيح تمام. اللي بعده شباب منهم يمكن يقدر يقراها شباب؟ قلنا هذا الصوت اذا صار بين نقطتين صار صوت طويل، هو صوت الا شو يصير اي، ايش راح يصير شباب هنا؟ بالله ابريف لوف لوف اها ابريف لوف لوف جود. ابد لا تحاول تخلي يعني الفم يتقيد بالكلام وكانما كل عندكم في ماكو في، لا لا خليك مرتاح خليك ريلاكس كلش طبيعي. فأبريف بالفاء أبريف لوف very good. اللي تحت شلون أقرأها شباب؟ أوكي خلنا أقرأها لكم شوي خاف أصير عليكم صعبة. هذا الصوت نقرأ أي، هذا الصوت الإي أي نقرأها أي، فش راح يصير شباب؟ A rough grave. أها A rough grave. أوكي grave هذا الأي صوت الأي grave very good. طيب هذه الكلمة أنا ما راح أقرأها لكم، راح تكتبونها بالقاموس شباب، هاي الكلمة هاي شلون تقدرون تلفظونها؟ أرف grave very good. اللي بعدها very good okay تقدرون تكتبوها بالقاموس شوفوا لفظها صح ولا خطأ شباب، اللفظ الصح سمعوا اللفظ حتى نعرف هذا الصوت اللي بين نقطتين شلون ممكن أقرأه. يا
Yes, شباب. I am waiting. One. Okay, sure. يس هاي بس هالكلمة بس الدوارف قرأت لكم أنا أوكي يا شباب أوكي أدارف الدوارف 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 أوكي what is the meaning of a dwarf شباب قزم استار sorry أها stove what is stove يس تشيك بعدكم جاي تستخدمون جوجل ترانزيت يا شباب يس هذا جوجل ترانزيت ترى مشكله لفظه يصير بي اخطاء هوايه ستوف what is the meaning of stove we have it in the kitchen موقد مع النار هذا اوكي okay, ستوف موقد او طباخ مو الشخص الانسان الطباخ لا الجهاز اللي نطبخ عليه اوكي okay, شباب Good. Do you understand, شباب؟ واضح إن شاء الله؟ واضح. طيب شباب. شنو أطلب منكم شباب؟ راح أعطيكم واجب للمحاضرة الجاية وأتمنى تشاركونه ويا زملائكم حتى الكل يستفاد. جاي تشوفون شباب هاي الصورة؟ هاي هسه بالضبط هاي الكلمات هنا. للمحاضرة الجاية أريد الكل يعرف ينطق ذن عن طريق القاموس التكوين. هاي الكلمات ذن كلهن من family far لحد الأخير. نفس الحال الكلمات الجوة باستخدام الفي ساوند. والفي ساوند شباب ذني كلش مهمات اوكي شباب اوكي اوكي جود هاي بالامتحان صح يا منهم هاي صفحه عفوا لحظه بس لحظه خلينا نجاوب الصفحه اول مره ونجاوب على سؤالك صفحه 28 تمام اسيس تمام بالامتحان شلون تجي بالامتحان يجيب لكم اصوات يا اما تنطق عليها مثال يا اما تشرح هذا الصوت كيف ينطق يا اما تحول الكلمه من ترانسكريبشن الى كلمه او من كلمه الى ترانسكريبشن يعني وصفها حسب الصوت الموجود واكيد انا راح اسوي لكم امتحان ان شاء الله هنا اوكي ويلكم طيب اللي جوا نكمل عندي هذا الث والذ شباب لازم تقروهم ذن نفس الصفحه صفحه 28 طلعون عليهم وتعرفون شنو بالضبط شلون بدي تقروهم وصفحة 29 هذه المفروض هي واجب بس أنا جاي عيدني جاي تدخل ناس جدا فما جاي أقدر أمشي 29 و 30 هذه إن كلهن الواجب شباب فقط للمحاضرة الجاية إن شاء الله تمام إن شاء الله 30 داخلة بالواجب من ضمن الواجب حتى نستمر طيب إحنا إن شاء الله راح نستمر بالصوت حاليا أوكي شباب أوكي تمام أوكي أوكي, أوكي. جاي تفهمون شباب انا سريع بالكلام وياكم عندكم مشكله لا نفهم تمام لا والله عشت ايدك كلش تمام كل التوفيق لكم ان شاء الله طيب اكو واحد ببالي اقتراح فشي نحب نضيفه نغير اسلوب نضيف فشي انا دائما احب اسمع اقتراحات وخاصه انتم يعني هسه في هذه المرحله الاولى يعني اكو اشياء اجوز ببالكم مثلا شباب نو طيب ما عندك مادة الصوت عفوا روان ملزمة خاصة مادة الصوت والله أنا صراحة ما أنصحكم بأي ملزمة بالصوت اللي أنصح به فقط تاخذون ياي ملاحظات تتابعون ياي وإن شاء الله تستفادون أبدا ملازم مفيدة يعني اللي يسوي الملزمة يستغل بها فقط على فهم نفسه وليس على فهم الآخرين خاصة بالصوت فسبب مشكلة عندكم أستاذ العفو ما عندك ملخصات الادب اكو هواية ملخصات الصراحة احنا بدينا بالادب احاول اشوفكم اللي عندي ماكو مشكلة من الجامعة بس هو الصوت المشكلة اي مو مشكلة الصوت ما بيه ملخصات لان لازم هو تفهم اكثر مما انت تحفظ فهي هذا فهم اكثر الادب يجوز عليه موجود نعم تمام ان شاء الله عندك اي ملخصات ماكو اي مشكلة الله يوفقكم ان شاء الله بدك تتعب ويانا هواي الله يوفقكم ان شاء الله افضل عطايا الله يحفظك كل شيء ما احتاج منكم فقط الدعاء بالعكس ما عندي اي مشكله عفوا كل هذه المحاضرات هي مجانيه كلها مجانيه ماكو اي شيء حتى لا احد يجيب لكم هذه مدفوعه لازم تدفع 300 دولار لا ماكو ابد ماكو فقط
حبيت افيد الناس، لان صراحه هذه السنه ما شاء الله التعليم صار كله الكتروني، والاستاذ يتبطل على الطالب، والطالب مرات ما يدرس، لان اكيد ماكو واهس، يعني المحاضره تكون اونلاين فتكون صعبه شويه. تمام، فان شاء الله ان شاء الله احاول افيدكم باي نقطه. اكيد انا ما جاي اتكلم عن الاساتذه، بس انا اعرف هذا الشيء لما تصير محاضره اونلاين شويه الموضوع صعب على الطالب وعلى الاستاذ. طيب شباب، كل التوفيق لكم ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله نلتقي بالمحاضره الجايه ان شاء الله. تفضلي. استاذ عادل انت متفضل، والف من يعطيك العافيه والف رحمه على روحك. الله يحفظك، الله يخليك، الله يحفظك. بس بالنسبه للجرامر تقدر شويه يعني تسوي مثلا مره صوت، محاضره صوت، محاضره للجرامر، ماكو مشكله يعني تراح بيناتي. ماكو مشكله، راح اخلي محاضرات مسجله اخليها باليوتيوب لكم عن النحو. بس انا النحو حسب ما فهمت الكل جاي يدرس جرامر ان يوز، مو صح؟ لو اكو غيره عندكم رابد ريفيو. هو جرامر انجلش، جرامر ان نيوز. تمام، اوكي، نيوز. تمام، فورث. تمام، هو الفورث والفيف. بس اللي ماشي هسه، اللي ماشي اكثريته هو الفورث بالجامعات. كتاب الاخبار استاذ، عفوا، كتاب الاخبار اللي هو طبعا اعتقد الاخضر، خلينا نفتحه هسه شوفه. لا ازرق من الاخضر. تمام تمام، ازرق. تمام، اخضر مو مشكله.